مرحبا. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يقول إنه يدعم تشكيل حلف عسكري في منطقة الشرق الأوسط على غرار حلف الناتو، وأن يتم ذلك عبر دول لها نفس التفكير. نسأل عن ملامح هذا الحلف وأهدافه والمستهدف منه، وهل سيكون لإسرائيل دور فيه؟ تابعونا عند الساعة 9:30 بتوقيت القدس، 6:30 بتوقيت غرينتش، عبر برنامج الخبر البقية على شاشة التلفزيون العربي.